السلام عليكم ناس الكل، مهيبي زهيرو، مرحبا بكم في فيديو جديد من ماينكرافت. اليوم عنا ماب فايند ذا باتن ولا اوجد الزر، ان شاء الله يعجبكم. قبل ما نبدو الفيديو، قبل ما نبدو الجيم، تنسوا تعملوا كلايك وشير وسبسكرايب. بطبيعة اول مرة انا نلعب ميني جيمز هكا، والكل اول مرة نلعبها واول مرة نصور عليها فيديو المفيد، ان شاء الله ما تكونش هكا صعبة علي ياسر. حبيت نختار هكا ماب ما يكونش مود، معناها ميني جيم ما يكونش صعيب برشا، فهمتني كيف؟ ان شاء الله يكون ماهوش صعيب المفيد. هذا بالنسبة للسيد اللي عملوا ديسكورد نتاع الكل، ما عليناش توا، خلونا نبدو في اول مود بالطبيعة، اول ليفل. اول ليفل، يلا بسم الله. بالطبيعة حطونا في بلاصة هكا كبيرة، هي تعتبر هذه اول ما اول ليفل يكون ساهل، ونبدو نلوجو على المكان كيف ما تشوف هنا. نتوقع لان خلينا نجرب وترى، وكيف ما تشوفوا من اول مره لقيناه، كيف ما تشوفوا اكيد من هكا بوم، وننتقلوا للليفل الثاني. وبطبيعه نلوجو بشوي بشوي، تبدا تصعب. بسم الله العظيم، مشيت للبلاصه هذه هكا قلت اللي دقني الشوك، بالك تكون حاجه لنا. خلينا نلوجو من هنا، لافا مستحيل تكون حاجه موجوده، لازم هكا ساعه بيل والكل. اوكي هنا، اوليه لنا فارغه، كل حاجه هكا كذب، لا اله الا الله كذب، ظهرت كل حاجه لانه ظهرت ما ثم شيء. المفيد لازم تلقى حفره هكا تدخل لها باش تلقى غادي الزر، فهمتني؟ ونعرفش كيف ما شفناه المره الاولى، بالك هنا البلاص اول بلاصه دخلنا لها يا راجل. هاي عادي يا مهيب، هذا الليفل الثاني تعمل فيه هكا، مرة الليفل الثالث والرابع والخامس باش تعمل. بسم الله يا ربي. اوكي اكيد لن اكيد لن اكيد لن. اوكي كيف ما قلت لكم، هذا هي الليفل الثاني. بسم الله، بدات تصعب، نحس فيها هنا في وسط كهف. يلا بسم الله، شنو هي فما بلاصه اللي نشر لما تعمل حاجه؟ اوكي ما تعمل شيء. من هنا تي ان تي، زعما ثم حاجه ورا تي ان تي، لانش ثم شيء هنا، الراس نتاع وش اسمه تلك الوحش هذاك اللي تصنعه من الموارد نتاع النذر. مفيد شعلينا هنا، زعما نجمو نعملو بها حاجه مثلا. اوكي ولا مشي بالي حاجه كده صح، علاش عاملين حاجه تانيه ونعملو بها حتى شيء؟ خلينا نشوفو ترى هنا اش فما، ما ثم شيء ما عليناش. اوكي واضحه اللي هي لنا مش لنا. أوكي. لا 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 الظاهر اللي هي واضحه لاني خي ما لقينا حتى شيء. بشوي 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 بالغير المهيب، لا تبدا هكا تتغشش والكل، اكيد ثم حلول، زعما ما ثماش حتى شيء الفوق. لنا لنا اكيد لنا، بس لا اله الا الله دايموند هذا واش خاصني زعما كان جانا نجم نهزو المهم ما عليناش. هذا مود علينا في الدايموند، تدورناه الكل يا رسول الله، زعما خليني نطلع مع الماء، خلي نطلع مع الماء بالك نلقى حاجه الفوق يا رسول الله. يا اخي بجدهم هذم، زعما ثم حاجه لنا. لحظه خليني نسكر هذم، اكيد بالك ثم حاجه. لحظة ثم شيء غيرنا تراه، اوه لا 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 ما ثم شيء. تو مش نلقاه هنا تو هذا، اسمع اسمع، هو بالطبيعة نلعبو مانيش باش نموتو، فهمتني كيفاش؟ خلينا نجربو ندخلو في اللافا، لان حسب الاي كيو اللي عندي معدل الذكاء صاحبي وكذا والدنيا كل شيء، اكيد باش نلقى لنا حاجة، ما نعرفش هكا احساسي يقول لي انك باش تلقى حاجة لنا. يلا بسم الله، خلينا نشوف ونتأكدو. انا اش قلت لكم بالله، انا اش قلت لكم، راني نعرف لازم يكون عندك معدل ذكاء قوي صاحبي، لازم يكون معدل ذكاء نتاعك قوي، الاي كيو نتاعك يكون عالي كيفي صاحبي. بسم الله يلا بسم الله، هذا الثالث وصعيبه يخلي عاد باش نعمل، خلينا نطفروا احنا. هذا بالنسبه لليفل الرابع كاندي، قال لك بلاصه فيها حلوه، خلينا نشوفوا لنا نلقوش ما نلقوش. هنا الباد الفرش، لما ثم حاجه الفوق ما ثماش، ثم شيء حاجة فوق الكرافتينج تيبل، ما ثم حتى شيء. لا اله الا الله، بسم الله، خلينا نطلع ندورو هذي. اش صاير يا والله هي صعيبة، هي تبين سهلة لكنها صعيبة، لازمها برشا صعبة. اوكي يا لنا، كيف يكذبوا علينا؟ لا اله الا الله، زعما فيها لازمني لا اله الا الله، معناها الماب مش بركة تدور وتلقى حاجات هكا تنجم تلقاها ملوطة، لازمني فما باركور، معناها كيف ما تشوفوا لنا نجم نعمل هكا، وانا في الباركور عالمي كيف ما تعرفوني. يب لا اله الا الله ما وصلتش، شوفوا اكيد نلقوا حل احسن، هنا مستحيل. لحظه جتني فكره لنا بوم. ربي يا ربي، كله على خاطرني عمري ما لعبت ماينكرافت باركور، اصلا عمري ما لعبت ميني جيمز كمان، كذي اول مره زعما نلقوا حاجه لنا. اوكي كيف ما شفتوا لنا، ثم شيء ثم زعما هذا يطفى،
لا 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 وزيد يكذبوا علينا، خلينا نشوفوا بلي نلقوا شي حاجه. غادي غادي يدير ثم حاجه. لحظه بسم الله. امن توقع منيش باش نوصل، مستحيل نوصل من الغادي. لحظه خلينا نشوفوا هذه الساعه البلاصه هذه انك بلاصه فما فيها بالك. والله هو كنت ماشي غادي خساره، ترى نعود طلعت ورجعت. هو بسم الله بوم. الليفل الخامس صاحبي، الليفل الخامس في 6 دقائق وصلنا له، ولا هي اقل ظهر الليفل نتاع الاند. خلينا نتاكدوا من البلايص الكل. الصوص يصبرك، ما نحبش هكا الاماكن هذه تكون ظلمه وفيها برشا تكسير راس. خلينا هكا ندوروا على الاماكن الكل. بتبيع الحاجات هذو نجمو نتسرقوهم بالك، خلينا نلقوا حاجه. بتبيع الناس الكل ما تعرفهاش حاجات هذيك المهيب يعرفها بتبيع. فاتك جميل. خلينا نشوفوا كي تسمى متوقع لنا ولا حاجه. لا اله الا الله، ما توقعش في اللافا، مانيش بنلقوها في اللافا يا جماعه. خلينا هكا نشوفوا مثلا بالك تكون لنا. خلينا نجربوا الباركور. الباركور ما نجمش نطلع لنا. لا اله الا الله، نجم تو نقز لنا بوم، نجمت نقز. اما من بعد ما عندي وين نمشي. لا اله الا الله، وثم حاجه اخرى لنا. خلينا ترى نجرب نطلع فيها. اوكي ما ثم شيء، نحاولوا نطلعوا فيهم الكل. خلينا نجرب نحاولوا نطلعوا فيهم الكل. نلقوش. يا ربي يا ربي يا مهيب، راك قتلتنا، راك قتلتنا بمعدل الذكاء نتاعك العالي والاي كيو نتاعك يا معلم. يا ايزي عاد الحاجات هذي برشا ايزي ياسر حسابك تو الاند. باهي خلينا نركزوا. علاش حطونا من فوق؟ علاش حطونا من فوق زعما يا مهيب؟ ركز زعما نهبطو، اكيد ما ثم حد شي الفوق، اكيد حطونا الفوق باش من بعد نهبطو. خلينا ترى نركزوا ترى نشوفوا ولا بالغلط. اوكي يضرب غادي. لا هذا هذا بالله يا جماعه يضرب، باش نلقوه صاي زعما. اما ما توقعش نجم نقز بسهوله غادي. خلينا نجرب بوم. اوكي ما نجمش نطلع. يضرب لنا يضرب لنا والله لقيتها. يضرب لقيتها. اما كيفاش نجم نمشي لها؟ نتوقع لازمني نطلع اكثر فوق. لحظه لحظه تلقوا تلقوا لها حل يا جماعه، ما تخافوش. منين من الماء هذا؟ الماء هذا يخلينا نطلع لفوق. واحنا وين قلنا؟ قلنا اللي هي القدام غادي. اوه لا مستحيله هذه، لازم نطلع الغادي. كيفاش هذه نطلع لها؟ لحظه لحظه بوم. واه لازم نكون هكا خفيف في سنزل على على هذيك المفيد الفرصه اللي عرفتوها باش تحبس. اوكي كيفنا هكا ارجع شويه لي مهيب لنا. اوكي كي نجمت شنو زعما نقص في بلاصه اخرى. لحظه خليني نجرب هذه. ومن بعد وين باش نمشي؟ غادي لازم نمشي هنا من هنا وبعد نقز لنا ايزي على الاخر. زعما يا جماعه حاسها اللي هي تنجم تكون بعد في الاخر نوصل غادي وما تصير حتى شيء. يلا لا اله الا الله على مهيب، باش نعاود نرجع لغادي انا. لا اله الا الله بارك. بسم الله يلا نرجع باهي وصلنا لنا تو. لازمنا نتعدوا وما نعرفش والله لاني عارف نجم ديريكت نقز من المكان هذا ولا لازم نمشي لنا الغادي، خاطر نحسها ياسر بعيده مستحيل نجم نوصل لها. والله ماني عارف، نحسها مستحيله اني نوصل لها. لحظه نقز لنا ولا ماني عارف زعما نقزوا منا لازم نوصل. اوكي غادي مستحيله نوصل لها. يا ربي حني علاش هكا؟ لا اله الا الله، نجي باش نقز نطيح بالوقت، مانيش فاهم علاش تو. وانا مشكلتي ما عمري ما لعبت باركور، اول مره نلعب قلت المود هذا نلعبه على خاطرني فما مودات باركور ما حبيتش نختارهم على خاطرني مانيش باهي في الباركور، عمري ما لعبت، اول مره نلعب حاجه كيما هكا، طولت فيها برشا تكسير راس. لا اله الا الله، نعاودوا نفس المكان. يا معلم ما عادش نجم نتصرف خلاص، ما عادش نجم نلعب. حسيت هكا والله حسيت بروحي بديت نتغشش انا والله قسم بدين الله. ما ادريش كيفاش يلعبوا فيها العباد يا معلم. باه بسم الله اولا نوخر شويه نجري ونقز خطفت ما صار شيء. لحظه توا نجري لنا ونقز من بعد نطلع منا ومن بعد لازم نوصل غادي لازم. يا مهيب بالله لا راك كان خسرت. لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش مثلا كان اكيد راه ثم طريقه اخرى يا معلم نبقى نقز غادي انا. والمشكله اللي انا حاس انه هذاك هو الطريق الوحيد. ما صعيب يا معلم زعما نقز منا ونقز منا ثم طريقه اخرى زعما مكان اخر. نفس الشيء لازم نعاود نطلع. والله صعيبه والله. لحظه
إذا مثلا مكان آخر نجم نوصل منه خليني نجربه بالك لنا ومن بعد ماني باش نعمل حتى شيء، لازمني من نفس المكان هذاك ونعود نكسر راسي من الأول جديد. حسبي الله على الشيطان. ليه لا شلزني أنا نلعب في حاجة كمان هيك ما نعرفش نلعب، علاش نلعب فيها؟ ماني لعبت ماينكرافت نورمال يا رسول الله، عملت حاجة في المود متاعي بدوي هذه ملعب ما تفرجتوش في العالم متاعي اللي عملته في ماينكرافت، تفرجني إن شاء الله مع بعضنا تنوصل المكان أبعد. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. مهيب وصابلك لازم لعب كمان تكون مصا فيهم بالك. الولا جو سهلين على خاطر فيهم كان تخديم اخر مرة، هذه لازم باركور وما نعرفش فيها تخديم اخر نجم نلقاها عادي، مثلا حتى مشكل نفهم شو في ماينكرافت والكل، اما توا برجلي يا معلم فيها باركور وانا مانيش باهي في الباركور. راك تشوف ها هذه المرة العاشرة يظهر نطيح. باهي وصابلك لحظة ما تتهورش. باه نايس باه، المرة هذه باش نوصل، المرة هذه باش نوصل مثلا حتى بابا والله وصلت بزيت غادي. زعما نوصل ولا ما نوصلش ما نعرفش، نجم ننقز ولا لازم ننقز لان مانيش فاهم. يا رب لحظة ولا ايدي ولا تطرع على الشيدي، ماش نجم نتحكم في اتفرج. اسمع والله قسم بدين الله تو المشكلة نجم نطيح على خاطر ايدي تترعش. لا اله الا الله يدي قاعدة تترعش. لا الله قريب نوصل والله قريب نوصل والله وصلنا يا معلم. انا نتوقع لنا سيبه وصلنا يا معلم الحمد لله. بعد طول يا معلم مدريش ربع ساعة رجعت نحاول الحمد لله. ليفل 7 الفيليج تاو تخنقت يا معلم بلاص النذر تو، خلينا نحاولوا نلوجوا لنا على المكان ايزي كده اكيد اسهل من اللي كنا فيه معناه. تو خلونا نحاولوا نلوجوا الليفل الاولاني بالكل. جانا فيليج طريقه في دار مدياري، ودي الليفل اللي فات الاخر ليفل هذا فيه شويه خضار واحد ينجم يتنفس فيه. الليفل اللي فات قعدت فيه ما نعرفش يمكن ترجين قعدت نجري. خلينا نشوفوا في الدار هذه بالك نلقوا حاجه. لحظه ثم من هنا طريق، ثم متاكد لي ثم من هنا طريق. لحظه مخي يقول لي شنو هي البلاصه هذه. لحظه وش صار والله ظهرت باتول. انا كيف قلت لكم يا ودي الاي كيو معدل الذكاء صعبي، اما كيفاش نجم نطلع انا تو مانيش عارف كيفاش نجم نطلع. اوكي طلعت يا ودي، معدل الذكاء نتاعي عالي صعبي ما تسحقش اعانه من حد. باه تو كالعاده باركور نجو لنا الباركور الحاجه اللي انا نكرهها نجو لنا ما نعرفش منين لازم نمشي الساعه من زعما. لحظه اوكي فهمت وعرفت الطريق منين، معناها ثم طرق نجمو نلقو فيهم حاجات كيما هكا كيف من هكا تنجم تساعدنا اللي هي هذه. لحظه اللي هي هذه معناها نجمو نلقو مش كان هكا، لازم نحطو في مخنا ان احنا نجمو نلقو برشا حاجات كيما هكا. يلا بسم الله 1 2 3 يا ربي راني مشني بيه في الباركور ما نعرفش كل الوزنيه بالضبط كيفاش وقتاش نقص بالضبط وقتاش نعمل كل حاجه. والله هي ممتعة راي فهمت ممتعة، اما في نفس الوقت ممكن نجم تقلقك شوي. اله الا الله نجم نطلع تو ما عادش نجم نستعملها. اوكي مش بين ما عادش نجم نستعملها. لحظة زعما نجزم بلاصة اخرى زعما مش التالي هي، علاش انا مركز كان مع البلاصة هذيك بالك من الاماكن هذي لازم نمشي اللي هي هكا مثلا. هي ممكن هي من بعد. لا مستحيل من هنا ما كان مسكر بالك في البلاصه هذه موجوده حاجه ما ثماش. معناها المكان الصعيب هذاك اللي اخترته انا المره الاولى جيت نتعدى منه هو الطريق منه. لا مش قلت ما نجمش نقز مانيش بيه في الباركور اذا نكذب على بعضنا من هنا مستحيل، معناها لازمني من الطبقه الثانيه نقز. لحظه منا لا برشا تكسير راس هذي فيه. لازم نتعلم باركور، الانسان لازم يتعلم يسير على باركور ومن بعد يجي يخدم في المابات هذا. معليش حسبي الله على الشيطان وكهو نقز. باه خلينا نطرو احنا فرص اخرى، ما علاش ليه ديرك تقولنا ما نجموش بالك فما طرق اخرى نجم نوصلوا بها. اما نحس من هنا لازمني نقز من نحس من. لا يجري
ليه غلطة ما نعرفش بما انها غلطة ما نعرفش حاطين لنا حاجة غريبة كالسفينة نطلعوا لها نجمو نعملو معناها هي هذه هي الحاجة اللي خلتني نوحل مع البلاصة هذه اني انها فيها حاجة غريبة فهمتني انا مستحيل تكون حاجة اخرى لازمني نقز للشجرة هذه كيفاش علمي علمك مستحيل تنجم تنقز منها صح وحتى منها مستحيل لحظة مستحيل لازم تنقز من المكان هذا والله قريب المس والله قريب مسيت فيه والله قريب المس لحظة خلينا نعاودو لحظة ترى خلينا نجرو نعملو هكا نجو نجرو بعد ننقزو لحظة يجري واحد اثنين ثلاثة والله شعرة لازمني نعاود ايزي يتعدى ايزي لازمك تجري وتعرف وقتاش الوزنية بالضبط تنقز فيها يلا وين قلنا احنا المكان لازم ننقزو فيه اللي هو ذاك نجرو ولا نهبطو لنا زعمة على الثانية ولا ماني عارف زعما جربوا على الثانية لحظة بشوي يجري بوم ربي حني جربت برشا مرات عليه شك خلوني مركز نعمل والله نقزت قلت لكم ايزي مش هي ماهيش ايزي ربيناتنا فهمتني اما نجم نعملها نكمل ونطلعوا من ظاهرة الطريقة اللي هذا هو الصحيح لازمني نقز وين تو لازمني نقز صح بجدك تحكي لازمني نقز للشجرة هذه مستحيلة زعما خايف لما بعد نقز وتصير حاجة غلطة نعود نهبط من الأول جديد تعرف لو كان نهبط ما نحبش نتخيل اني انا نجم نطيح ما نحبش نتخيل خلينا في مخاخنا الا اللي احنا النجم شباب لا ماينكرافت لا ني هو الغلط انا لا في حاجه كاملك لايك شير سبسكرايب سابي اذا عجبتك الحلقه وتحب اكل ولا تعرفش اي السلام عليكم.